السلام عليكم. درس اليوم غادي نشرحو البروتوكول ريب روتين انفورميشن بروتوكول. كتعتبر ريب من الجيل الاول ديال البروتوكول اي بي فيرجن 4. تحل في لا كونفيغوراسيون ديالو شي اللي كيجعلو مناسب وعملي في لي ريزو سوار. ريب معروف في لا دوكيومونطاسيون ار اف سي 1058. لا فيرجن الاولى بانت في 1988 اللي ديفلوبات من بعد في 1993 وعطاتنا ريب فيرجن 2. الوغ غادي نشوفو لي كاركتيرستيك ديال البروتوكول. RIP هو بروتوكول دو روتاج ديناميك في الفئة ديال لي بروتوكول IGP واللي كينتمي بدورو لي بروتوكول اللي كتخدم ا فيكتور دي ديستانس الى جانب IGRP و UIGRP. RIP فيرجن 1 كيصيفط لي ميساجور ديالو كل 30 ثانية من ادريس دو ديفيزيون. RIP فيرجن 1 هو بروتوكول افي كلاس، يعني انه ما كيدعمش VLSM و CDF، وبالتالي لو ماسك اللي كيصيفط في لي ميساجور كيكون بار ديفو ديال الكلاس اللي فيها لادريس ريزو. RIP فيرجن 2 بدورو كيصيفط لي ميساجور شاك 30 سكوند، وهاد المرة في ادريس دو ملتي ديفيزيون. RIP فيرجن 2 هو بروتوكول سون كلاس، وبالتالي كيدعم VLSM و CDF، كنتيجة كيصيفط لو ماسك دو سو ريزو في لي ميساجور ديالو. RIP كيتعامل بلو سو في لا ميتريك ديالو واللي ما خصهاش تعدى 15 سو اي 15 روتور. في جانب الحماية، RIP فيرجن 2 جاب لوثنتيفيكاسيون اللي ما كانتش في لا فيرجن القديمة، الى جانب انه كيدعم لا شارج باستعماله البروتوكول MD5. الوغ الان غادي ننتقلوا للبراتيك. الوغ كما كتلاحظوا في لاماكين عندي 3 ريزو لان. هاد لي ريزو لان سيباري بدو ريزو 1 اللي هما 10.0.0.0/30 و 10.1.1.0/30. الوغ اول حاجه غادي نديرو هي نكونفيغور لي انترفاس تاعنا. او مود كونفيغوراسيون جلوبال انترفاس جيجا انترنت 00. من بعد كنديرو اي بي ادريس، كنعطيو لادريس و لو ماسك. دونك في الحالة تاعنا غادي نديرو اي بي اد 182.168.10.1 255.255.255.0، و غادي نديرو نو شات داون باش نأكتيفيو الانترفاس. بالنسبة لا كونفيغوراسيون ديال الانترفاس سيريال 10، دونك نفس العمل اللي درنا في الاول، اي بي اد كنعطيو لادريس و لو ماسك. الوغ غادي نديرو اي بي اد 10.0.0.1 255.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 
l'interface sérielle A1 عندها l'adresse IP10.1.1.2. بالنسبة لـ R3 l'interface Giga Ethernet 00 عندها l'adresse IP192.68.20.1 و l'interface sérielle A1 عندها l'adresse IP10.1.1.1. alors فيما يخص لو تاج ريب فيرسيون 2 في لا كونفيغ تاعو زال. اول حاجه كنديرو هي كنكتيفو لو بروتوكول ولا كنكتيفو لو تاج ريب. دونك لا كوموند هي router ريب. ثاني حاجه كنختارو لا فيرسيون 2 لانه بار ديفو كيتاكتيفا ريب فيرسيون 1. ثالث حاجه كندخلو لي زادريس ريزو ديريكتومون كونيكتي. بمعنى اخر غادي نديرو نيتورك 192.68.10.0 اللي هي الادريس تاع اللان ديالنا ولو نيتورك 10.0.0.0 اللي هي الادريس ديال الوان. الوغ غادي نديرو ان سنيفور بين R1 و R2 pour analyser les paquets ديال لو بروتوكول ريب فيرجن 2. الوغ نفس العمل اللي درت في R1 غادي نديروها في R2 او مود كونفيغوراسيون جلوبال روتر ريب. من بعد كنختارو لا فيرجن 2. باغ لا سويت كندخلو لي زادريس ريزو ديريكتومون كونيكتي اللي هو في هذه الحاله نيتورك 10.0.0.0 نيتورك 10.1.1.0 و لو نيتورك 172.16.0.0. الوغ دابا غادي نشوفو في سنيفر ديالنا لي باكي ريب نشوفو شنو كاين فوسط لي ميساجور اللي كيصيفط لو بروتوكول ريب. الوغ اول حاجه تيب ان اي بي فيرسيون 4 سورس 10.0.0.2 بمعنى ان هذا الباكي جانا من انترفاس سيريال ديال انترفاس سيريال A1 ديال R2 à destination 224.0.0.9 à destination de mono diffusion ديال le protocole RIP. بمعنى انه les routeurs ou les équipements les configurés في version 2 هما اللي يقدروا يستقبلوا ويتريتوا هذا الباكي.
تاني حاجة كتبان لينا هي لادغيس غيزو تاع 10.1.1.0 ميتريك ايتيغال 1، بمعنى انه باش نوصلو لادغيس غيزو ولا لو غيزو 10.1.1.0 خاصنا ندوزو من روتور اللي هو في هاد الحالة R2، وبالطبع كنلاحظو لادغيس IP172.16.0.0 اللي هي ديال لو غيزو لان ديالنا اللي كان في R2، تا هو بالمقابل باش نوصلو ليه خاصنا ندوزو من انسو اللي هو روتور. الوغ نفس العمل اللي درنا في R1 و R2 غادي نديروها في R3 حتى هو، او مود كونفيغوراسيون جلوبال روتر ريب ونختاروا لا فيرجن 2. من بعد غادي ندخلوا لي ريزو ديريكتومون كونيكتي، دونك نيتورك 10.1.1.0 نيتورك 192.168.20.0. الوغ غادي نرجعوا باش نشوفوا لي ميساجور تاعنا واش غادي نلقاو لادريس ريزو تاع 192.168.20.0. Alors, qui m'a qu'elle a donné l'adresse réseau 10.1.1.0, la liaison variable R2, R3, l'adresse 172.16.0.0 ou le réseau 192.68.20.0, le réseau 15R3. Alors, on va dire un show IP route. Donc, qui m'a qu'elle a donné R, bien maintenant, une route, il y a un protocole de routage RIP. L'adresse 192.168.10.0/24, c'est une adresse ديال لان ديالنا اللي كاينه في R1. 120 هي لا ديستونس ادمنستراتيف ديال البروتوكول ريب فيا 10.1.1.2، بمعنى لادريس اي بي ديال الانترفاس مناش تدخل هذا لو باكيت اللي في هذه الحاله هو الانترفاس سيريال A1. دونك لا روت 2 هي 162.16.0.0، سي بمعنى انها كونيكتد، اي يكون ديريكتومون كونيكتد لو روتور. عندنا 192.168.20.0 نفس الشيء بالنسبة ل 10.1.1.0. دونك لا ديغنيي روت اللي هي 10.0.0.0 اللي هي لادريس غيسو ديال لا ليزون بين R2 R1. الوغ نفس العملية غادي نديروها في R1. دونك عندنا 3 روت اللي جاونا من لو بروتوكول ريب، هما 172.16.0.0 192.168.20.0 وعندنا لو ريزو 10.1.1.0. دونك دابا غادي نديمارو اون ماشين باش نديرو لو تيست تاعنا ونجربو لا كونيكتيفيتي، و بيان سور غنوريكم كيفاش تكونفيغورو لي في بي اس اس. الوغ باش نعطيو اون ادريس اي بي لا ماشين تاعنا كنديرو اي بي و كنعطيو لادريس اي بي ومن بعد كنديرو الباسخي. دونك في الحاله تاعنا غادي نديرو اي بي 192.168.20.10/24 و الباسخي هي 192.168.20.1. باش نديرو ان تيست دو كونيكتيفيتي غادي نلونسيو ان بينغ 192.168.20.10. دونك كيما كتلاحظو البينغ دايز، بمعنى ان اي ماشين كاينه في لو ريزو 192.168.10.24 تقدر تاكسيدي لو ريزو 192.168.20/24. الوغ اون كوموند اخرى اللي نقدروا نزيدوا هي كيفاش نمنعوا ولا نبلوكيو ليميسيون ديال لي ميساجو دو روتاج في اون انترفاس لان. في هاد الحاله غادي نبلوكيو ليميسيون تاع لي ميساجو في الانترفاس جي كي اتنت 00. لا كوموند سامبل هي باسيف انترفيس، وكنعطيو الانترفاس اللي بغينا نبلوكيو فيها لي ميساجو. الوغ غنديرو باسيف انترفيس جي كي اتنت 00، نفس العمليه غنديروها في R2. دونك روتر ريب باسيف انترفيس جيجا ايثرنت 00، R3 نفس العملية روتر ريب باسيف انترفيس جيجا ايثرنت 00. الوغ كيما تلاحظو معايا لي ميسيون تاع لي ميساجور في هاد لي زانترفاس غادي تبلوكا، وبالتالي غادي نوبتيميزي واحد شوية لو ريزو. وفي لو كوتي دو سيكوريتي انه لي ماشين لي عندي في لو ريزو لان ما غاديش يوصلوهم لي ميساجو، اولا الى نوصلنا ان سيرفر ما غاديش يبانو لينا لي ميساجو. دونك نتمنى ان الفيديو نال اعجابكم.